مرحبا بك. دونك البارحه حكينا ويظهر لي عندك بعض النقاط ماذا بك توضح. تفضل. اكزاكتومون. صباح الخير. ميرسي. انا حبيت نقول اللي صار هذا في فرق هذه مهمه كبيره. نقولوا احنا هذه اللي صار هذه ماهيش طهاره. هذه شفناها احنا جريمه في حق الطفوله اللي صار. ذوما تال خضعوا لعمليه جراحيه نتعرف ناس ما همش طب. شفناها وقالها البارح قالها الدكتور بوعزيز منير اللي هو شاب سيرفيس دو ريانيماسيون. قال ساي تي في بار دي تكنيسيان سوبيريور معناتها هذه فما فيديو فتعدى البارح في راديو الديوان وقالها بفمه معناتها صارت بار دي تكنيسيان سوبيريور وانه جرات العاده ويعملوا فيها عندهم 20 سنه هكا. انا نقول اللي عرضنا طفل تونس لخطر معناتها خذينا دي ريسك كبار صاروا عمليات بدون احترام الضوابط والشروط الصحيه الدنيا اللي تخضع عليها عمليه جراحيه. شوفنا ناس تخدم بلاش ماسك بلاش كون ايديها بلاش كون بالدم ماتيريال ما نعرفوش عليه شنو هو الارسنال دو ستيريليزاسيون فما ارسنال ولا فماش الصغار ما فماش سكوب. السكوب هو كتلزة صغيره اللي تبدا بحدا المريض يبدا رافض حتى نبلش بالبنجولوكال. هذه لازم نرجع لها اللي قالها البارح السيد ياسين ابراهيم. انا باهت كيفاش نسمع انه فما رجل سياسي رجل دوله كان وزير سابق يقول اللي باذكم سي ان سي زيرو قال ما استحقش. يا سيدي انا جو سي ان سي زيرو فريماتور ونجم نقول لك جي 20 طون ديكسبيريونس ونجم نقول لك اللي ان سي زيرو كان نجم تقتل فول صغير نجم تصير دي كومبليكاسيون كيما انا غي كاردياك نجم يصير دي تروبل دو ريتم كاردياك نجم يصير دي كونفولسيون. هذا كل سي ياسين ابراهيم جو سي ايتوني كيفاش الناس كلها. سي ماهر كان تسمح سؤال. ثم بعض المهن التقليديه التي تم معناها تطويرها بمنظومه الطب الحديثه مثل القابله ساش فام اليوم موجودين. هل انه مهنه الطهار يلزم تتنحى؟ بيان سور كو نو. هذه القابله تقرا عندها قرايه تقرا فيها و